انت ما بتصحي على حالك؟ إلك 35 سنة نايب، 35 سنة شو عملت لهالوطن؟ غبت 16 سنة ورجعت لقيته مثل ما هو، 35 سنة ما قدرت تجيب الكهرباء، 35 سنة بحرنا ملوث، الناس عم بتموت على طرقاتنا، صار في غربية بالبلد قدنا وأكتر، والأضرب إنه نصهم مسلحين وناطرين إشارات حتى يولعوا البلد، فساد بكل المؤسسات ورشاوي وزبالة على الطرقات، ما بتستحي تقول عن